Smith, أبونا فرانسيس. أنا بحكي لكم من حمص القديمة المحاصرة، وأنا بمثل الجماعة المسيحية اللي موجودة بهالمنطقة. نحن المسلمين والمسيحيين منعيش بظروف صعبة ومؤلمة ومنعاني كثير من المشاكل. من المشاكل الكبرى الجوع، الناس ما بيلاقوا أكل. ما في أصعب من إنك بتشوف بيقوم بالشارع بيدوروا على أكل من شان أولادهم. من المشاكل الكبرى العلاج الطبي. في كتير ناس هون بحاجة لعمليات خاصة اختصاص طبي، ومن زمان ينتظروا وبيتعذبوا عذابات أليمة وبيتحملوا هالوضع بصبر إلهي. متابعة الوضع من المستحيل. بدنا مساعدة قوية وبدنا حل لمشاكلنا بعد سن ونص وشهر ونص من الحصار. بتعتقد ان المجتمع الدولي رح يتحرك ونحن عم نموت من الجوع او انه رح يضل صامت؟ لا، انا كمان بقول هذا مو معقول انه نحن بهالوضع وما بيعملوا شيء، يعني او ما عم نعمل شيء، يعني مو بس هن نحن وكلياتنا سوا، يعني بدنا نصرخ، يعني اذا بنموت من الجوع بنموت من الجوع. مثل ما قلت، ما بدنا نغرق ببحر الجوع والألم والموت. نحن بنحب الحياة وبنحب نعيش وما بنحب نموت ببحر الألم والموت. شكرا.